تقدم للجيش وتحرير مناطق واسعة. تمكنت القوات العراقية المشتركة اليوم من فتح طريق تكريت الرئيسي باتجاه سامراء وبغداد، وذلك غداة الإعلان عن تحرير المدينة الواقعة شمالي البلاد من قبضة تنظيم داعش بعد حملة استمرت لنحو شهر. والبداية من العراق، حيث أعلن الفريق الركن عبد الأمير الزيدي قائد عمليات دجلة تحرير محافظة ديالى شمال شرق بغداد من المتطرفين الذين كانوا يسيطرون على بعض مناطقها، وهو ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 مسلحا. السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد وزير الخارجية، السادة الوزراء، السادة المسؤولين، السادة السفراء، السادة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم البشرى وللمواطنين الكرام بأن قواتنا البطلة قد دخلت إلى وسط تكريت قبل قليل، أيضا رائد الجبوري محافظ صلاح الدين يعلن تحرير قضاء بيجي بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبنى قائم مقامية القضاء. أيضا مصدر بمديرية الإعلام الحربي في الحشد الشعبي أيضا يعلن تحرير قضاء بيجي بالكامل ويؤكد رفع العلم العراقي فوق مبنى قائم مقامية القضاء. حول هذا الموضوع، حول هذا النصر، ينضم ويانا بالاستوديو السيد كريم نور القيادي بالحشد الشعبي. استاذ كريم، يا أهلا بك.